والصهاينة معروفون بإنتاج الفتنة الطائفية في العالم العربي والإسلامي. في مرحلة الربيع العبري ركزوا على ثنائية التسنن والتشيع، وخلقوا مواقع في الفيسبوك وحتى في تويتر، مواقع سنية ضد التشيع، مواقع شيعية ضد التسنن، وكانوا كل موقع يسب الآخر. 150 موقع اكتشفت أن الخادم الإلكتروني الـ FTP لهذه المواقع في تل أبيب، يعني صادرة من الفرقة 8002 أو فرقة سيجنت التي قوامها مجموعة من المستعربين.